طب احنا اتكلمنا على الانضمام واتكلمنا عن الاعتزال، تعال بقى نرجع للمرحله اللي هي ما بينهما. حضرتك سبت، بتقول سبت ذكرى، انت سبت ذكريات عظيمه مع النادي الاهلي ونجاحات مدويه الحقيقه والعديد من البطولات سواء محليه او حتى قاريه. هل في مباراه بعينها ما تتنسيش من وجهه نظر حضرتك، او بطوله بعينها بالنسبه لك كانت ليها طبيعه خاصه وليها خصوصيه شديده؟ في مباراه وفي بطوله. البطوله هي 82 بطوله افريقيا، دي اول بطوله دخلت النادي الاهلي. اوكي. يعني كان الله يرحمه كابتن محمود الجواري رحمه الله عليه هو اللي كان مدير فني. والبطوله دي احنا انا عايز يعني اقول لك ان احنا خدناها في 25 دقيقه الاولانيه من كل مباراه. يا سلام. يعني كابتن محمود الجواري كان ليه بصمات في الكره المصريه عامه طبعا، في طرق اللعب، صحيح، في ازاي يوظف لعيبه، ازاي يكسب، ازاي يكاتشن على في المباراه. والله يرحمه كان مدرسه متكامله الاركان. لا ما شاء الله ما شاء الله. يعني ف بطوله 82 احنا خدناها في 25 دقيقه الاولانيه، كنا بننزل ضاغطين على الفرقه اللي قدامنا لغايه اما نخلص المباراه في نص ساعه الاولانيه، 25 دقيقه اقصاها نص ساعه. فخدناها بشكل كبير جدا. وبعدين البطوله دي ما كانش فيه احتراف زمان، المحترفين اللي هم في افريقيا ما كانوش لسه احترفوا في اوروبا، فكانت الانديه مليانه باللعيبه الكويسه جدا. يعني الانديه الافريقيه كانت اقوى ايامينا من دلوقتي. لو نبص على مباراه النهائي في هذه البطوله مع كوتوكو، فرقه جامده جدا بشكل لا تتخيله. برضو في ال 25 دقيقه تلت ساعه الاولانيه كنا كسبانين 3-0 هنا، ورحنا هناك في وسط 60,000 متفرج، تعادلنا 1-1 هناك بجول الخطيب، ورجعنا بالبطوله. وبشوف المعاناه بقى اللي كمان اياميها الطيران، احنا عشان نروح كوماسي رحنا بطياره حربيه لان مطار كوماسي مطار حربي وما ينفعش ينزل فيه طيران مدني. الرئيس اياميها كان حسن مبارك، كان مطلع لنا 82 حسن مبارك 82 طياره حربيه وحاطين فيها دكك، وفي الاخر يا كريم الشنط وجبنا مراتب من اوضه الاستراحه بتاعتنا اللي كنا بنريح فيها قبل الماتش ورميناها ورا، واللي نام بقى 14 ساعه في الجو ما نزلناش. كان في طقمين طيارين بيبدلوا مع بعض 14 ساعه في الجو. دي فعلا ذكرى ما تتنسيش يا كابتن. لما رجعنا بفضل الله رجعنا هنا المطار، احنا ما نزلناش على هم دخلوا الجمهور، ما اعرفش دخلوا الجمهور ازاي في جوه على دبات سلم الطياره، ودونا لصاله كبار الزوار. وصلنا من مطار القاهره للنادي هنا في 6 ساعات. يعني وصلنا العربيات حوالينا، الله، والجمهور ده موكب بقى فوق كده. فوق الاتوبيس مطبق السقف علينا من فوق الاتوبيس. طبعا كانت اول بطوله دي، ده يوم لا ينسى. صحيح، لان صحيح. دي اول بطوله بعد بطوله الانجلبير بتاع الاسماعيلي 73 تقريبا او 71، دخلت مصر البطوله الافريقيه، وبعد كده احنا قصينا بقى الشريط للاجيال اللي بعدين.